الأخبار الخامسة من الإخبارية الجزائرية. أهلا بكم مشاهدين الكرام، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ينصب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية. رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية لإجلاء الرعايا الجزائريين من أوكرانيا انطلاقا من بوخارست تصل مساء اليوم إلى الجزائر. وسفير الجزائر برومانيا يؤكد للتلفزيون الجزائري اتخاذ كافة التدابير للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية العالقين في البلدان المجاورة لجمهورية أوكرانيا. وتتابعون بحث آلية مواجهة الجريمة السيبرانية والحد من أثارها الوخيمة على الأمن والمجتمع والاقتصاد الوطني في صلب ملتقى جهوي بالبليدة. دوليا، جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف على حدود بيلاروسيا. وأسعار النفط تشهد مستويات قياسية منذ 10 سنوات تصل إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل. بداية، نصب اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المفتشية العامة للرئاسة، والتي تمتد صلاحيتها إلى كل القطاعات باستثناء الدفاع الوطني والأعمال القضائية. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وفي إطار الإجراءات المتخذة للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية العالقين في البلدان المجاورة لجمهورية أوكرانيا تبعا للأوضاع التي يعرفها هذا البلد، تعلن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن برمجة رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية اليوم انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست على الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لرومانيا، لتصل إلى أرض الوطن في حدود الساعة 8:15 مساء. وفي هذا السياق، تدعو وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تدعو المواطنين الجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية نحو رومانيا أو البلدان المجاورة للتواصل مع مصالحنا الدبلوماسية في بوخارست قصد اتباع الإجراءات اللازمة لتسجيلهم في رحلة الإجلاء. الرقم الأخضر للتواصل وكذا البريد الإلكتروني يظهران على الشاشة. ومتابعة للموضوع، أكد سفير الجزائر برومانيا منات حباك أكد للتلفزيون الجزائري اتخاذ كافة التدابير للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية العالقين في البلدان المجاورة لجمهورية أوكرانيا. نتابع. عندنا 76 جزائري لاجئ من أوكرانيا، قمنا بهم. عندنا كم يوم لميناهم في الفنادق، فندقين، حجزنا فندقين، قمنا بهم بكل شيء، عملنا لهم حتى لي تيست بي سي ار باش يقدروا يدخلوا المطار، باش يقدروا يدخلوا للجزائر. وصلوا لهم داخلين للمطار، حصلوا على لي تيكيت دو لي كارت دومباركومون، كل شيء جاهز على كل حاجه. 76 هذا خلاص، الطائره وصلت، راح توصل على الساعه 8:30 هكذا ولا 9:15 للجزائر. طبعا احنا مجندين وكذا، عندنا اعتقد ان في بعض الجزائريين مازال ما وصلوش، نستناو فيهم، نقوموا بهم ان شاء الله كما الدفعه الاولى هذو. اذا اضطرت الامور وصلوا عشرات اخرين من الجزائريين، راح نطلبوا طائره ثانيه. ووزاره الخارجيه طمنتني في هذا الموضوع، ووزاره الخارجيه وفرت لي كل الامكانيات باش نقوم بالواجب تجاه المواطنين تاعنا اللي نازلين من اوكرانيا، بالنسبه للفنادق، بالنسبه للايواء، بالنسبه لكل شيء. والحمد لله الامور ماشيه، تعرف وصلنا للمرحله انه 4 مرات نبع السائق حتى الحدود 400 كيلومتر من بوخارست للحدود المولدافيه باش يسلم جواز السفر والذي لسي باسي الجزائريين باش يدخلوا، لان فيه بعض الجزائريين مع الحرب مع كذا ضاع له الباسبور، ضاع له الوثائق تاعو كذا. وصلناهم، في واحد منهم تاخر
منا لربع ساعة 20 دقيقة الأخر يوصل، لأن طلبنا من السلطات الرومانية باش يعاونونا باش يركبوا في الطائرة ولو في آخر لحظة. وشكرا إن شاء الله. في النشاط البرلماني، عقد مكتب المجلس الشعب الوطني اليوم اجتماعا برئاسة إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، درس التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي، وأحل 22 تعديلا مستوفيا للشروط القانونية على لجنة الصحة والعمل والتكوين المهني لدراستها مع مندوبي أصحابها. وفي النشاط البرلماني دائما، استأنف اليوم المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة عامة ترأسها نائب رئيس المجلس بلكح الفيطس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. الجلسة خصصت لطرح أسئلة شفوية على قطاعات الطاقة والمناجم، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والأشغال العمومية. وتعزيزا للتعاون البرلماني بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، تم اليوم تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين. تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية وفي إطار مجهودة الحكومة لتدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، تعلن وزارة النقل عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة نحو كل من السنغال، داكار، وموريتانيا نواكشوط، وذلك ابتداء من 27 مارس الجاري حسب البرنامج التالي. الجزائر نواكشوط، رحلة واحدة في الأسبوع كل يوم أربعاء. نواكشوط الجزائر، رحلة واحدة في الأسبوع كل يوم خميس. الجزائر داكار، رحلة واحدة في الأسبوع كل يوم أحد. داكار الجزائر، رحلة واحدة في الأسبوع كل يوم اثنين. وعليه تضع الخطوط الجوية الجزائرية برنامجا خاصا بالنسبة للرحلة من وإلى العاصمة السنغالية داكار، يتوافق مع برنامج الرحلة الجوية بين الأغواط والجزائر العاصمة بربط مباشر بين الرحلتين. في الانشغال الصحي وتحسينا للخدمة الصحية، تدعم قطاع الصحة بالجزائر العاصمة بعيادة متعددة الخدمات ببلدية بئر مراد رايس، حيث أكد وزير الصحة على أهمية خدمة الصحة الجوارية في التخفيف من الضغط على المستشفيات. التغطية لمن العجل. عيادات متعددة الخدمات بكل من بئر مراد رايس ولدفايت وابن مسوس تم إعادة تجديدها وتجهيزها بكافة الإمكانات اللازمة للتكفل الأمثل بالمرضى. هي تهدف تقديم خدمات صحية مباشرة للمريض لنقلص على عدد المرضى اللي يروحوا المستشفيات الكبرى وما يحتاجوش تدخل المستشفيات الكبرى، لكن باش ما يروحوش مستشفيات كبرى لازم نعطولهم وين يسكنوا من أحسن خدمات صحية. إن شاء الله بسرعة نحسن الأمور ونحسن الوضعية الصحية، وهذه تابعة تجسيدا لتعليمات سيد رئيس الجمهورية اللي يحضر في الملتقى في 8 و9 جانفي لإعادة المنظومة الصحية، وهذه محطة إن شاء الله إلا محطة نموذجية نبدأ بها. تعزيز المنظومة الصحية بمنشآت وتجهيزات جديدة يسهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية. نظم مجلس قضاء البليدة ملتقى جهوي حول الجريمة السيبرانية بحضور الأسرة القضائية ومختلف الفاعلين من الأسلاك الأمنية وأساتذة ومختصين في القانون. الملتقى يبحث تحديات هذه الجريمة العابرة للأوطان والآليات القانونية الكفيلة بمواجهتها. الوقت لأن تكون هناك منظومة قانونية لمواكبة ودراسة ومعالجة هذه الجريمة وفقا لنصوص قانونية. إذا كان هناك نص أعرف بأن هناك احترام لحقوق الأشخاص وحقوق الأفراد، أن يكون المواطن في توعية وأن يحافظ على النسيج الوطني. وأعتقد أن هذه الجريمة الآن خطيرة جدا لأنها مست مؤسسات الدولة، مست شخصيات الدولة، مست الأفراد،
من أجل قطع النسيج لكل دولة. جريمة خطيرة، جريمة تحضيرية، جريمة إرهابية، جريمة إلكترونية، تحويل أموال إلى آخره، فلا بد أن نقف ونعد العدة من خلال هذه المحاضرات، من خلال هذا الاحتكاك للخروج بنصوص إن شاء الله وحلول لفائدة البلد. في ذاكرة تاريخية 65 سنة تمر على استشهاد البطل الرمز محمد العربي بن مهيدي وبمسقط رأسه بدوار الكواهي بعين مليلة بأم البواقي، وقفة للترحم وأخرى لاستحضار خصال ومآثر البطل الرمز من خلال معرض للصور استلهاما للعبر واستذكارا للبطولات، حيث أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا على تكريم عدد من أعضاء الأسرة الثورية وأرامل الشهداء. وفي الذكرى وقفة عند نضال وكفاح البطل الرمز الشهيد محمد العربي بن مهيدي كنز أبو دلة. لو كان لي ثلة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم، مقولة أطلقها الجنرال بجارة على الشهيد الواجب الوطني البطل العربي بن مهيدي الذي قهر كبرياء فرنسا الاستعمارية. زاول ابن مدينة عين مليلة أم البواقي دراسته بالمدرسة القرآنية قبل أن يدخل المدرسة الابتدائية الفرنسية. انضم بن مهيدي إلى صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية ليتشبع بالقيم الوطنية الثورية فيلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني. بالثورة إلى الشارع سيحتضنها الشعب، كانت أشهر ما قاله القائد بن مهيدي أنذاك، وفعلا قاد المنطقة الخامسة وهران وحقق بها انتصارات كبيرة لا زال التاريخ يحفظها. كان بن مهيدي ضمن المجموعة الأولى التي فجرت الثورة التحريرية، ألقي عليه القبض أواخر فيفري 1957 واستشهد ليلة الثالث إلى الرابع من مارس من نفس السنة. ليبقى العربي بن مهيدي شعلة تضيء تاريخ الجزائر الثوري ومثالا يحتذى به في حب الوطن والتضحية لأجلها. رحم الله الشهيد. في شأن التربوي التقى اليوم وزير التربية عبد الحكيم بالعابد مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وكذا تكريسا لمبدأ الشراكة وتعزيز العمل التشاوري مع جميع الشركاء المعتمدين والإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي ودراسة كل مقترحاتهم بهدف تشخيص الاختلالات في تسيير الشأن المدرسي والسعي لحلحلة المشاكل المطروحة في الميدان. اجتمعت اليوم اللجنة الموسعة المكلفة بإعداد الموسوعة الجزائرية على مستوى المجلس الأعلى للغة العربية. الاجتماع خصص لمناقشة وإطراء قسمي المعتقدات الدينية وكذا الثقافة والفنون بهدف توثيق وحفظ ذاكرة الأمة وتراثها. اللجنة الموسوعة الجزائرية تتمثل في فتح مجالات أخرى، المجال الأول وهو الدين والمعتقدات، المجال الآخر الثقافة والفنون. نأمل بأن هذين المجالين سوف
يريان النور إن شاء الله في آفاق جوان القادم، وستكون هذه الأعمال الظاهرة يعني مطبوعة في مجلدين كبيرين. بولاية البيض، أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمن حمزاوي في أول خرجة ميدانية زار خلالها دار الصناعات التقليدية والحرف بالولاية، أكد على أهمية تجسيد قيم التشاركية الديمقراطية بين مختلف أطياف المجتمع المدني ومؤسسات الدولة باعتبارها دعامة أساسية لبناء مجتمع مدني متماسك وإدماج المواطن في العمل الجمعوي. هذا اللقاء يجسد قيمة مهمة تحدث عليها السيد الوالي في كلمته، وهي قيمة التشاركية بين المجتمع المدني وبين مختلف الهيئات وبين مختلف المؤسسات. هذه القيمة التي نريد اليوم أن نعمل معا على تجسيدها حقيقة ولا تبقى شعارا فقط. تم اليوم بملاء جميلة بعين البنيان إطلاق مخطط توجيهي لتحسين وتسيير النفايات مع وضع نظام فرز انتقائي على مستوى الموانئ، حيث أكدت وزيرة البيئة سامية مولفي على أهمية هذا المخطط للحفاظ على البيئة. المزيد مع ليندا مكي. لتشجيع الشباب الحامل للمشاريع على الاستثمار في مجال رسكلة وتدوير النفايات، جاء هذا المعرض بميناء جميلة بأهداف اقتصادية وبيئية. هدفنا هو تطوير ترقية وتعزيز الثقافة البيئية في وسط الشباب، عن طريق طبعا يكون هذا عن طريق مشاريع قمنا بها. أهم المشاريع هي الفرز الانتقائي، وين قمنا بأيام تحسيسية تعتمد أساسا على فرز الانتقائي وتثمين النفايات. لازمنا نوعيوا الشباب بالخرجات الاستطلاعية الميدانية، ويكونوا تانيك تكوين طرابوسات المواطنين باش يهم يعطيوا الاهتمام للنشاط لحفاظ على المحيط. الناتور تحب تتمتع معها وهي تمدلك، هذا هو المقصود اللي حبيت انا نوصل للذراري تاعنا الصغار تاعنا. إشراك المجتمع المدني في مجال حماية البيئة توجه جديد للدولة ضمن جهود القضاء على المفارغ العشوائية خاصة بالمدن الساحلية. إطلاق الرسمي للمشروع النموذجي لتحسين تسيير النفايات ووضع نظام فرز انتقائي على مستوى الموانئ، وهذا الذي يشجع على التعاون المشترك بين وزارة النقل، وزارة الصيد البحري ودائرتنا الوزارية. رسكلة وتدوير النفايات مجال خصب للاستثمار تولي له الدولة عناية واهتماما خاص. تواصلت اليوم أشغال الاجتماع الدوري المشترك للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال وشبكات التبادل للهيئة العربية لاتحاد إذاعات الدول العربية المنعقدة بالجزائر، بمشاركة ممثلية 9 إذاعات وتلفزيون حضوريا، وهي قطر، السعودية، الكويت، الأردن، لبنان، مصر، تونس، موريتانيا وعدة هيئات أخرى. وفي يومها الثاني استعرضت الاجتماعات حصيلة المبادرات الإخبارية والبرامجية لعام 2022. جل توجهات النقاش تنصب حول كيفية تنويع التبادلات بحيث لا تقتصر التبادلات على الأخبار الأمنية والسياسية، بما أن المنطقة العربية تعرف أحداثا كبيرة على هذا المستوى وأحداث مطلوبة من اتحادات المهنية الدولية، بل نريد أن من الهيئات العربية أن تهتم أيضا بالخبر الثقافي والخبر السياحي والخبر التاريخي، وأن تهتم بتصوير وباقتراح مواضيع تصور الواقع اليومي للحياة في الوطن العربي. تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية متكونة من 6 أشخاص مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر مقابل مبالغ مالية. هذه الشبكة متكونة من 6 أشخاص يبلغون من العمر ما بين 32 إلى 45 سنة، مع حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بأكثر من 200 مليون سنتيم،
ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بأكثر من 1700 أورو، حجز 4 سيارات سياحية وحجز هواتف نقالة. كما تم في نفس السياق وفي ظرف أسبوع تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من حجز عتاد مستعمل في عملية الإبحار السري، بحيث تم حجز 12 قارب نزهة صلب ونصف صلب مزودين بمحركات مختلفة الأنواع والأحجام بقوة تتراوح ما بين 100 إلى 250 حصان بخاري. دوليا وفي شأن الصحراوي، اعتبر سفير الصحراوي بأنغولا تعيين أنغولا لسفير لها بالجمهورية الصحراوية بمثابة تجديد للموقف الأنغولي المؤيد لكفاح الشعب الصحراوي العادل ورد قوي على الدعاية المغربية. إلى ذلك دعا المشاركون في ندوة جنيف الرقمية إلى ضرورة تحميل الاحتلال المغربي مسؤولية الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني، لا سيما في ظل استخدامه لطائرات دون طيار في عملياته العسكرية غير القانونية في الصحراء الغربية، ما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين الأبرياء. وفي تطورات الوضع بأوكرانيا، وفي حين يبسط الجيش الروسي سيطرته على مدينة خرسون جنوبي البلاد، تتجه الأنظار نحو ما قد تفضي إليه الجولة الثانية من المفاوضات المزمع انطلاقها اليوم على حدود بيلاروسيا. المشهد في تقرير نصير بطر. بعد أسبوع من العملية العسكرية الدفاعية الروسية في أوكرانيا على محاور مختلفة، تشتد وتيرة المواجهات العسكرية المحتدمة بين الجيش الروسي والأوكراني في عدة مدن، أبرزها العاصمة كييف وخاركييف وخيرسون، التي أعلنت القوات الروسية بسط سيطرتها عليها وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن. تقدم عسكري روسي ساعات فقط قبيل بدء جولة أخرى من المحادثات يفترض أن تعقد اليوم على الحدود البيلاروسية البولندية بين الوفد الروسي والأوكراني بشأن وقف إطلاق النار، حيث أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أنه سيتم إيجاد حل للوضع في أوكرانيا معربا عن استعداد بلاده للتفاوض. وفي السياق ذاته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا وأوكرانيا إلى وقف الأعمال القتالية بشكل فوري وفتح الباب أمام الحوار والدبلوماسية. هذا ونفت وزارة الخارجية الروسية من جهتها الأنباء المتداولة بشأن طرد موسكو السفير الأمريكي لديها. وضع متأزم دفع بمليون شخص إلى النزوح منذ بدء العملية العسكرية الروسية، والعدد مرشح للارتفاع قد يصل إلى 7 ملايين نازح وسط مخاوف القارة العجوز من تدفق بشري هائل. وفي تداعيات هذه العملية العسكرية، أزمة اقتصادية حادة تلوح في أفق القارة العجوز التي تواصل تسليط العقوبات على الكريملين في ظل تهاوي البورصات الأوروبية وانخفاض معادلات التزود بمصادر الطاقة. من جهتها أسعار الخام الأمريكي بلغت أعلى مستوياتها لتصل 120 دولارا. سليحة قاسي. تواصل الأزمة الأوكرانية الروسية في أسبوعها الثاني بإلقاء ظلالها على الاقتصاد العالمي، وأسعار النفط التي تشهد منحا تصاعديا تجاوز فيها 120 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 10 أعوام، وهذا بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات تكرير روسية واضطراب الشحن وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أقل مستوى. هذا فيما أغلقت بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع حاد أمس بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة، مما طمأن المستثمرين في وقت أعلنت فيه 10 شركات رائدة في صناعة السيارات والدراجات النارية إغلاق مصانعها في أوروبا أو تجميد مبيعاتها إلى روسيا بسبب النقص الحاد في قطع غيار السيارات التي كانت تنتجها المصانع الأوكرانية قبل أن تتوقف عن العمل، مما دفع شركات عديدة عبر أوروبا إلى تقليص إنتاجها في عالم السيارات. ونختم النشرة من قصر وروروث بابن عباس، أحد القصور العتيقة التي تأسست حولها المدينة، معلم أثري يروي تعاقب الحضارات بالمنطقة. تقول دنيا نولي. من بين 3 قصور الأولى المشكلة لولاية بني عباس، ورواروث التراث الثقافي الذي يحاكي قرنين ونصف من الزمن،
حيث قامت الجمعية الثقافية ورواروت بترميمه وتجديده ليصبح قبلة سياحية بامتياز. أسسنا الجمعية 2003. الجمعية تحتوي على 8 غرف، فيها غرف كهفية وفيها غرف عادية. حافظنا على البنايات كيما على الطين، وكيما شفتوا الطين وعلى الخشب النخيل والقصب. خلينا الشنابر تاع هذا القصر كما هي، كما كانت فيه من قبل، ما عدناش في عليها تغييرات باش نحافظوا على الطابع المعماري والطابع الصحراوي تاع بني عباس وتاع المنطقة. قصد التعريف بالموروث الثقافي والسياحي للمنطقة، يحافظ القصر على الطابع التقليدي الذي يصنع الفرجة عند السياح خلال جولاتهم. تما سياحة تاع الصحراء حاجة جديدة ليا. كاين غرف استقبال مليح، وغرف تما بطبعة كل واحدة بالطبع ديالها، ما تلقاهاش في المودرن. الغرف ملاح، وكاين حتى ديكروت لداخل داخل لي شومبر. الماكلة كانت مليحة وصحية. لتبقى القصور من أجمل ما شيد السكان الأوائل، والتي تصنع اليوم جمال بلادنا. وبجمال بلادنا نختم هذا الموعد الإخباري وتابعتم فيه. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ينصب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية. رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية لإجلاء رعايا الجزائريين من أوكرانيا انطلاقا من بوخارست تصل مساء اليوم إلى الجزائر. وسفير الجزائر برومانيا يؤكد للتلفزيون الجزائري اتخاذ كافة التدابير للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية العالقين في البلدان المجاورة لجمهورية أوكرانيا. وكما تابعتم، بحث آلية مواجهة الجريمة السيبرانية والحد من آثارها الوخيمة على الأمن والمجتمع والاقتصاد الوطني في صلب ملتقى جهوي بالبليدة. تابعنا أيضا جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف على حدود بيلاروسيا. وأسعار النفط تشهد مستويات قياسية منذ 10 سنوات تصل إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل. نشرتنا تمت مشاهدينا، في أمان الله.